قولي لعقلك يا انسانه في ضمن هذه المنام قد والدك ماشي عديان من صيحه مورد خان. قولي لعقلك يا انسان في ضمن هذه المنام قد والدك ماشي عديان صيحه مورد خان. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم، حصة تولي لعقلك. كما ولفتونا حصتنا اجتماعية 100%. مشاهدينا، أي واحد ولا أي إنسان ولا أي سيد أو سيدة عفوا حاب يكرم الأب دياله ولا الأم تاعو ولا أبنائه ولا جار من الجيران تاعو، ما عليه غير يتواصل معنا على أسفل الشاشة ولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام حصة تولي لعقلك قناة الهداف تيفي. أبناء، ما نطول عليكم، اليوم راح ترافقني في تنشيط هذا العدد إنسانة اللي حبيتوها، يعني كسبت قلوب الملايين. نعم، كي نقولوا كسبت قلوب الملايين نقولوا البقالات، نقولوا اللمة، نقولوا القصرة الحلوة والرزانة. نعم سيداتي سادتي، معايا مدام عواوش بن سعيد. نقول لك مرحبا بك سيداتي. بك وهلا وليدي زكي. صحة رمضانك. صحة رمضانك ويعطيك الصحة على قبول دعوة البرنامج سيدتي. بلا جميل وبلا بدون كما قال تقديمات، أنا راني فرحانة اللي راني متواجدة في هذه الحصة هذه بالذات، لأنني خدمت بزاف مع الأطفال والتلاميذ، وعلى بالي اليوم ولي لعقلك إن شاء الله نكون بدرة خير في هذا الحصة. سيدة عواوش، كي نقول لك العائلة الكبيرة واش تعني لك؟ العائلة الكبيرة نتكلموا على العائلة، بدون عائلة الإنسان يضيع. نشكرك سيدتي. شكرا. مازال كاين متواصل معنا باش نعرفوا تفاصيل القصة هذه، فاصل صغير ونمو. مشاهدينا، نستقبلوا الضيف اللي راه حاضر معنا اللي هو مسيو جلول. مسيو جلول مرحبا بك. أهلا بك وسهلا بارك الله فيك. مسيو جلول، انت جيت الحصه تاعنا يعني على جال عمي جلالي. فوالا عمي جلالي، يعني واش تقدر تحكي لنا على عمي جلالي؟ قال لي يا وليدي انا حكايتي حكايه. قلت له واش من حكايه عمي؟ حبيت نفهمه. حكى لي حكايته. كما يقول شغل كي تسمعها تقشعر الابدان تاع الانسان. يعني ما تقول تاع ماشي صح على بالك. يعني كاين امر اخر اللي قلت لي عليه مقبله. قلت لي عمي جلالي دار انا في سي. ما يعني غير كيما دارها الله اعلم تاع لاطونس. لا كي جا من فرنسا الله اعلم راح هو اكسبيرسي. اي والله خلاص ولا هو تماك عبك كان ثاني بقى تمي تاع المخدرات تعرف. ايه مبلي صافي كي حكموها لقاوها ثاني اخر هبطوها ديريكت ما كاش حاجه. يعني قلت لي ماهوش يشوف يعني فقد البصر. ما يشوفش يعني ما يشوفش كاع ولا يشوف. شوف هو في الشميسه ولا في الضو هكذا نعطي لك ملي ما يشوفش. نشكروا كاع طاقم ولي العقلك وقناه انا كان عندي ثقه فيهم اللي جيت والله راه عندي ثقه كلش. مشاهدينا الكرام، فاصل صغير نستقبلوا بنات عمي جلالي. فاصل صغير نقول لكم. مشاهدينا، استضفنا الآن زوج بوبيات سيداتي. نعم مشاهدينا الكرام، زوج بوبيات ريما وآية، مرحبا بكم. الله يسلمك. صافا ريما؟ والله غير لاباس الحمد لله. ريما، شحال في عمرك وش راكي ديري؟ أنا قريب ندير 21 سنة وندير 16 تاع خياطة. الله يبارك، بسم الله ما شاء الله. وأنت آية؟ دير ستاج معايا تاع خياطة يا تاني. الله يبارك. خلاص جبتي البروبليم تو لو تريبو لي مالا. ريما، قلت لي مقبله باللي آية فقدت الكلام ديالها. نعم. نقدروا نعرفوا وشنو هو السبب؟ السبب هو كي راح بابا وخلانا صرا لها شوك باسكو كانت بروش ليه. ما فهمتش ريما مليح، كيفاش راح باباكم؟ تقدري تحكي لي الحكايه تاع باباكم؟ كنا آية اسمك آية ولا فلا؟ أيا شلفيك كملي احكي لنا بنتي. قلت لك احنا كنا عايشين نورمال كي احنا كي الناس في دار وحده. كانت يما الله يرحمها كانت معنا. الله يرحمها. وهي كانت مريضه، كانت دير دياليز، كان عندها بروبليم تاع لي ان شاء الله تكون من اهل الجنه في هذا رمضان ان شاء الله. احكي بنتي. كيفاش عرفتوا ريما بلي باباكم راح وخلاكم؟ شغل حوسنا عليه، سقسينا الجيران، سقسينا لافامي صحابو،
وين كان يدور منه ما واحد ما عنده شغل جواب لي واحد سؤال بدون جواب ريما آمين. يعني قبل ما يروح باباكم اسكو كتب الدار على اسم امك ولا كيفاش؟ لا لا كنا كارين ما ماشي دار. كنتوا كارين؟ نعم. وكيفاش يعني كي راح باباكم هذا كيفاش كانت الامور مع امكم؟ كانت تخدم ما كانش تخدم؟ كيفاش كنتوا تخلصوا الكرا؟ كانت مسكينه شغل كي راح نسات المرتاحه وما عرفتش اسكو تلتها بينا ولا تلتها تحوس عليه ولا باش مسكينه ولات تسي كيفاش تخدم ديفوا تضرب النشاف ديفوا تروح تطلب ديفوا شغل الحاجه اللي تقدر ديرها كانت ديرها مسكين ربي يرحمها يعني سيدتي نقدر نقول ام مجاهده الام قولي لي بنتي باباك شحال كانوا في عمرك راح شحال كانوا في عمرك كان في عمري واحد 10 سنين 10 سنين وايا 6 سنين 6 سنين تشفاو له في الدار قولي لي باباك لو كان تشوفيه تعقليه ما تعقليش ممكن بالك ريما تعقلو بالك هي ريما. كانت كبيره ريما تشفاو ريما بابا كي كان في الدار كان يضربكم ما كان يسب يماك يضربها قولي لي قولي لي قولي لي كان يضربها كان يسبها ربي يرحمها مشاكل هكذاك ما تخافيش قولي لي كان يسبها كان يضربها كان يضربها نعم باسكو علاش ما كي كنت صغيره ما كنتش نفهم ايه ومن بعد شغل نروح ليها نلقاها تبكي من بعد تقول لي لي كريس تاعها اللي كانوا يحكموها كانت تخبي عليك المرحومه رحمها الله واسكنها في سيحه جنتي انا سيدتي حبيت نعرف واحد الامر اللي بالك راهو ريما كي توفات الوالده تاعكم يعني وانتم كراين كيفاش قعدتوا في الدار كنتوا تخلصوا الكرا ولا رحتوا لعند واحد من الفاميليا ما كناش نخلصوا الكرا ما كنا صغار تسمى ما كاش كيفاش ما جا عمي دانا عنده الدار ايه قعدنا عنده واحد شحال قعدتوا واحد العام هكذاك ومن بعد صراو مشاكل في الدار واش من مشاكل تاع مرت عمي هي حسبي الله ونعم الوكيل على كل حال كانت تدير شغل مشاكل هكذا كانت وكانت ماماك كانت مريضة كانت توفات كانت توفات وانتوما كانوا يتامى كانت حق اختي شغل تعاملنا بواحد المعاملة ما نقدرش نقول لك كيفاش شغل راكم في عود ولادها واش العفسه اللي بالك قاست كريمه عند مرت عمك حاجه اللي قاستني بزاف هي نهار اللي كانت مريضه اختي ونط في الليل هكاك باش نجيب لها الدواء لقيتها في الكوزينه مع عمي كتقول له قولي ما تخافيش يا بنتي كتقول له حنايا ماشي دار الايتام هنايا شوف كيفاش دير لهم بنتي ريما نقول لي مرت بابا خافي ربي كوني يما وانا بنتك وعلاش هكذا تظلميني وتقلي لي قبيحه وكذابه وهادو يتيمتان هادو زوج يتيمات الباب راح وهج يا درا وين هج وبنات هادو يماهم ماتت والله غير سيد عواوش كانت تقدر تدخل الجنه بيان سور سيد عواوش الرسول صلى الله عليه الصلاه والسلام يقول لك انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه جناتي. يعني انا ما حبيت نعرف برك دموعك غاليه يا بنتي قلت لي يعني حقرتكم قعدتوا عندهم عام ومور العام وين رحتوا أرض ربي واسعة كيفاش؟ أرض ربي واسعة خرجنا كيفاش هذه أرض ربي واسعة؟ وين رحتوا؟ الزنقة للزنقة؟ رحتوا للزنقة؟ لا حسبنا الله باسكو حملت سيت نعفس فوق قلبي على جال أختي باسكو أنا نورمال أنا موالفة معليش ريما مادام كانت عندك الشجاعة يعني وخرجتي للزنقة وأنت كنتي الأم تاعها والأب تاعها يعني أنا بالك يعني حاب نعرف كيفاش عشتي المعيشة تاع الزنقة كيفاش عشتيها؟ خويا إذا تحيط لها معيشة تسمى عشنا بيان عشنا في لي باتيمون تحت لي بون فوق الكراطن في الأرض ما نرقدوش ما ناكلوش ما نشربوش ما نلبسوش الحمد لله الحمد لله ما عندي أختي الحمد لله زي ما كي كنتوا في رمضان وفي العياد يعني تشوفوا الناس مع ماليهم ريحة رمضان لما وش كيفاش تحسوا ريما؟ كنت نخاف أنا كي لحقوا المناسبات
نشوف اختي هكاك سميزر، نشوف الناس فرحانين يوجدوا، عندهم واش ياكلوا، عندهم واش يلبسوا، وحنايا شغل حاجه الحنانه برك ما عندناش، حنانه والدينا ما كاش، كنا ناكلوا بنيفنا خويا، نشموا الماكله من كل لون، ونضيفوا هكاك تصحنا عند هذوك المطاعم الرحمه. انا تربيت احسن تربيه، وعندي كانت عندي عائله، ودي في يما وتاع بابا وخاوتي واختي، ودور كيما راني مريض كبيره عجوزه مازالني نحس. واش راكي تحسي؟ راكي تحسي هذيك امك سي تا سيكوريتي، تحس بان هذيك سي تا سيكوريتي، الملجا الوحيد تاع ايه هي اختها ريما. ريما يعني انا استغفر الله، انا شخصيا يعني نحييك من هذا المنبر، راح تكوني يعني قدوه وراح تكوني مثال بزاف بنات اللي راهم يشاهدوا فينا اليوم. انا من هذا المنبر نحييك ريما. ريما يعني دوكا راكم الحمد لله راكم في دار الياسمين، يعني لقيتوا راحتكم شويه؟ يعطيهم الصحه، معامله مليحه، يعطيهم الصحه، الماكله مليحه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ريما نعم. عندي سؤال ليك والآية، يعني ما لبالي سيدتي كيفاش نقول هذا السؤال، لو كان يجي باباكم ويقول لكم سمحوا لي إيه سمحوا له، لو كان كاش نعت تلاقاو مع باباكم تسمحوا له؟ يا عمري شوفي إلى يوم الدين تسمحوا له؟ أنت لالا وأنت تسمحي لباباك؟ وي ما في وشنو؟ واش قالت لها؟ واش قلتي لها آية؟ واش قالت لها ريما؟ قلت لها جيبي لي باب. إي بصح هاكي هاكي أرواحي. أي أي هذا أنا عندي أرواحي. يعني عطات لها خاتم باش تجيب لها باباها؟ عطاتني خاتم باش نجيب لها باباها. إن شاء الله يا بنتي تتلاقي مع باباك، بصح أنا راني نتلاقى مع باباك نغسلو غسيل الدوارة. ها لا تلاقيت مع باباك يعني جلول، يعني بالك عندك كلام حبيت تقوله ريما وآية؟ ريما انا ثاني عندي خبر باللي الاب تاعك هو عايش ثاني سفره 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 بزاف بزاف. تسمح لنا ما سفريناش؟ سفريتو لو كان نقول لك باباك ريما، لو كان نقول لك باباك كان عنده مثلا مرض نفسي ولا كان ما تسامحيش سي بيان. لو كان نقول لك باباك كان يشرب المخدرات يا اخي تنفو الراي، المخدرات يا حليل اللي يتعاطاها، بالك ربما كان عنده، كان يخدم باباك، كان يخدم ريما كل مره. كيفاش ما كانش عنده شغل خدمه؟ شوف ما نقولوا احنا بالعاميه كان يبريكولي وخلاص. مشاهدينا الكرام فاصل صغير نستقبلوا اخر ضيف اللي راه حاضر معنا ونقول لكم ما تزابيوش. مشاهدينا الكرام عودة مجددة في حصتكم حصة ولي العقلك، مازلنا متواصلين مع السيدة عواوش اللي راهي منورة البلاطو، ابتسامة ما شاء الله، كلام في الصميم. نحييك سيدتي. الله يسلمك يا وليدي، انا اليوم راكو بوما في شوكي، راني حنا نشكروك سيدتي. يسلمك. مشاهدينا الكرام استضفنا اخر ضيف اللي راهو معنا، نقولوا مرحبا بك. الله يسلمك يا وليدي. جلول يعني عمي جلالي راهو عيان شويه، وانا قبل ما نتكلم معاه انا حبيت نقول للسيد عواوش تقولي لهم شكون واش وصاري في البلاطو. ايه جلول. نعم نعمتك دايما. على بالك رانا في التلفزيون، رانا في الشاشه تاع الهداف. واش رانا نديرو دوك؟ نحكي لك انا في هذه الحصه راهم جابوا لي زوج بنات، وحده واسمها ريما وواحده واسمها آية. هاد زوج بنات هادوما مقطعوا لي قلبي. هاد زوج بنات باباهم خلاهم ويماهم ماتت وداهم عمهم وترموا في الزنقه كبات. وانا راك تبكي آية بنتي ايه طالعه
سي طون بير. قلت لك تشوف باباها تبكي. قلت لكم تشوف باباها تبكي تاع ضرب. ريما قولي لي شحال عندها ملي راح باباك شحال عندهم ملي راح عشرين سنه اختك ما هدرتش اليوم هدرت روحي 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 يا بنتي روحي ما عليك يا بنتي حرام عليك يا بنتي سمحوني بنتي يا يما بنتك 20 سنه ما هضرات ويا عقونه حتى اليوم باش نتقد فرحي اختك ولات تهضر واش عليه يا بنتي ربي راه يسامح سامحوني نعاودو نولو من جديد انا قلت لك ايه كي تشوف باباها تولي تهضر هاد الطفله 20 سنه ويا عقونه وردت خوتها الكبيره ردتها يماها كي شافت باباها نطقت وتكلمت بعد 20 سنة دوك أنا هذاك راح نغسلو هذا جلولك راح نوريلو بعد خلاص ما قدرتش نعطيه يلا أعطونا هدية ولا نقولوا مفاجأة اللي حضرناها للسيدة عواوش شو دخلتو شي يلا حنان مراد خان يعطيك الصحة يعطيك صحيحتك الماء هو الامان اش بك تخزر فيا انت تاني تعقد نجيب لك يماك ولا باباك الله يرحمهم ولا الله يرحمهم نجيب لك مرتك عواوش اعطوني تصفيقه حاضر الله يخليك سيداتي وسادتي عواوش بسم الله ما شاء الله وش رايك في الحصة؟ انت سميتيها كاميرا كاشي معليش وش رايك في الكاميرا كاشي؟ هاد الفقصة هادي الدموع اللي منين جابتهم؟ ايه وانا هي تبكي وانا داخل قلبي كان يتقطع وبعد هذيك يدخل هذا قطع لي قلبي ما قطع ليش قلبي؟ صار بك ما قطع ليش قلبي؟ طفلة هذيك تحنديها على بالكم هادي لعبتوها لي بعد وليدي سود لي يقول لي ماما اخر كبرك تجيبي لي طفله تجيبي لي شريكه كنت راح نديها ربي يبارك فيك وفي صحتك الطفله هذيك راح نديها واش نقول لك يا حنان الله يعطيك برنوس ستر ان شاء الله رمضان هذا قريب يخلص ورمضان يعاود يولي روح ملي نفقدوه ما يعاودش يولي ان شاء الله الصحه ستيره الكفاف العفاف والبركه والقناعه ونقول لكم صحة عيدكم ينعاد علينا بالخير واليسر إن شاء الله وتهلاو في الوالدين والدريات تهلاو في الوالدين تاني هذه رسالة من السيدة عواوش نقول لكم نتلاقوا في فرصة واحدة أخرى في عمل واحدة أخر نتلاقوا غدوة إن شاء الله في حلقة جديدة مع ضيف جديد سلام ولي العقلك وراح وداتو الغربه خلى مراه
كاين اللي طلق ما بزوج غير بيناتهم في تنام كثرت المشاكل والهمة وزادت المحنة